ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ طبعا من حظي الجميل ان انا عملت تشالنج ال 15 يوم في وقت الامتحانات، فحضراتكم مش متابعيني قوي، بس اوكي، يعني انا مستنياكم تخلصوا الامتحان بالسلامه عشان تتفرجوا الحاجات الحلوه اللي انا عاملاها لكم على اليوتيوب، وهحاول ان انا اخف شويه تنزلها على الفيسبوك لحد ما تخلصوا، لكن على اليوتيوب التشالنج ماشيه يوميا عادي. النهارده هتكلم انه ازاي تحفزي نفسك انك تقومي تذاكري بما اننا في فتره امتحانات، وانا كمان كنت بذاكر ازاي، هي للكليات وينفع كمان نفس الطريقه تمشيها عادي على ثانويه عامه. فبليز كيب واتشنج في اليوم رقم 10. اول حاجه انا متخيلاكي دلوقتي يا بنتي اللي عندك امتحانات عامله ازاي، ممكن تكوني قاعده مبهدله في نفسك ومنكوشه ومكتئبه وعامله رزمه ملازم، مجمعه كل ملازم حياتك قدامك وقاعده تبص لها وماسكه الموبايل بتعملي تشات مع صحابك وتقري البوستات وتقري الحاجات اللي على فيسبوك النيجاتيف اللي تقعد تقولك انا مش عارفه اذاكر، انا مش عارفه اعمل معرفش ايه، دعونا نلطم في صمت، دعونا نعمل في صمت، كلنا كنا بنعملها يعني، بس بتخلينا نحس شويه ان يلا ما كلنا قاعدين ما بنذاكرش فبتكسلي اكتر. طيب تعملي ايه؟ مبدئيا كده احنا مش هنذاكر دلوقتي، يلا قومي اغسلي وشك، اعملي ماسك عشان وشك نزل عليك كآبه الامتحانات وتوتر الامتحانات، فهنعمل ماسك وانتي تعملي ماسك، افتحي حاجه كده اسمعيها تروشك، مهرجان بقى، اغنيه او قران لو انتي عاوزه تسمعي حاجه تهدي نفسك، واقعدي اعملي تشاتنج شويه مع صحابك عشان تبقي خلاص خلصتي كل الحكايات والروايات اللي عندك. Ne bir muhalla ne bir açı yeter Ne kaçak ne göçek ne tuzak E aman of tıman of hep 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 zigzag لحد ما الماسك يعني يروح من على بشرتك، اي ماسك عندك اعمليه. طيب بعد كده شوفي بتحبي تشربي ايه، اعمليه، بلاش حاجه تهدي اعصابك ولا حاجه تفوقك اوفر، يعني بلاش مثلا لو انت النسكافيه بيفوقك وبيخليكي ما بين الفوقان وعدم الفوقان ما تشربيهوش، ممكن تشربي شاي، اشربي سحلب بما ان الجو برد، يعني المهم انك تشربي حاجه بتحبيها. طيب اولا ما ينفعش تذاكري في جو الدنيا مقلوبه وقدامك 600 الف ملزمه، لان انت لما بتبصي بتحسي انك مش تلحقي تخلصيهم فبيجيلك هبوط داخلي، بتحسي ان انت كانك يعني هيغمى عليكي، وما تقعديش تشوفي كام صفحه وباقي كام صفحه والحاجات دي تمنعيها خالص. دلوقتي هترتبي الحاجات بتاعتك ومش هتسيبي غير الحاجه اللي عليها الدور تتذاكر بس، حتى لو الحاجه دي فيها 600 الف ملزمه سيبي الملزمه اللي عليها الدور تتذاكر دلوقتي والباقي كله شيليه ورتبيه في حته تانيه متحطيهوش قدامك. نشوف موضوع المايند ماب وانك ازاي تعملي بلان. اولا ما ينفعش تذاكري بعشوائيه، لازم مذاكرتك تبقى على بلان، عارفه هتذاكري دي في وقت قد ايه وقدامك ايام قد ايه وتاخدي في اليوم قد ايه. مهمه جدا قبل ما نعمل خطوات المذاكره وقبل ما نعمل المايند ماب وقبل ما نعمل الحاجات دي كلها، كل انسان ليه درجه استيعاب وليه ميعاد لاستيعابه، دي نقطه مهمه جدا لازم تعرفيها. ايه الميعاد اللي انت بتبقي دماغك كويسه فيه؟ انا مثلا كنت ببقى من الساعه واحدة بالليل لحد خمسة الفجر، يعني من واحدة لخمسة ده كان معادي الحلو، يا اما ابدأ من خمسة الفجر لحد سبعة، تمانية دي بتدخل بقى الظهر المغرب كل ده انا اوفلاين ما بعرفش اذاكر اي حاجة. بس ان معنى ان عندك امتحان بكرة مش معناها ان انت هتقعدي تذاكري طول اليوم، لان مفيش بني ادم دماغه بتستوعب 24 ساعة ولا 18 ساعة، يعني اعتقد ان احنا بنتراوح ما بين 4 ساعات ل6 ساعات. انا بالظبط كنت 3 ساعات ونص واوصل للاربعة لما اضغط على نفسي، اول ما الاقي دماغي قفلت كنت ابص في الساعة لاني عديت ال4 ساعات بالظبط. انا ما كنتش بعرف اذاكر الصبح وارجع اذاكر بالليل، هو في اليوم كله بقعد 4 ساعات بكامل تركيزي وعامله بلان لنفسي هذاكر ايه وبذاكره. تعالي دلوقتي نشوف البلان تتعمل ازاي. اول حاجه هتعملي اوفر فيو للمنهج، عندك كام فصل دلوقتي؟ الكتاب ده فيه 3 فصول، فانا عندي 3 فصول دلوقتي. طيب الفصل الاول مكون من نقطه كذا ونقطه كذا ونقطه كذا، بتبصي بصة كده عليه كل واحدة قد ايه ومربوطة ببعض لحد فين، يعني ساعات بتكون في عناوين لازم تاخديها تذاكريها مع بعض، ما ينفعش تيجي في نصها تاخدي بريك لانها هتسقطي كل اللي ذاكرتيه، فتبقي عارفة ايه الحاجات اللي لازم تخلص مع بعض في قاعدة واحدة، وتبدأي ان انت تعملي البلان بتاعتك.
بتكتبي كل المنهج بنقاطه وبتبدأي ان انت تحطي العناوين الرئيسية وتحتها العناوين الفرعية، وبتحطي لنفسك تايم، ما ينفعش تذاكري من غير تايم، حطي لنفسك وقت، انا هذاكر دي في ساعة ونص وهرجعها في 10 دقايق، تحطي ساعة ونص وتقعدي تذاكري فعلا، ولازم تخلصيها على قد ما تقدري في الساعة ونص، بعد الساعة ونص تاخدي 10 دقايق وتبدأي تراجعي. طيب حسيتي انك فاصلة، قومي شوية اغسلي وشك، شوفي اهلك، شوفي مش عارفة ايه، امسكي الموبايل 10 دقايق بالكتير وارجعي تاني كملي النقطة اللي بعدها. طيب تعالي نقول على فكرة الطريقة دي انا كنت بعملها في 3 ايام، يعني انا كنت بذاكر المذاكرة دي مهما كانت الكمية في ال3 ايام اللي بيبقوا قبل امتحان الكلية او يومين، ساعات كان بيبقى 3 ايام وساعات يومين، كنت بذاكر فيهم، بذاكرش طول السنة، بذاكر بس في دي في الايام دي. عشان كده لازم تكوني منظمة في مراجعتك، منظمة في بداية مذاكرتك، منظمة في كل ده، وتحمسي نفسك ازاي او تشيلي الكسل ازاي بانك تعرفي انك مش مضطره من ساعه ما تصحي لحد ما تنامي انك تذاكري. من 4 لـ6 ساعات هو المعدل الطبيعي لاي بني ادم، الا لو كان استيعابك يعني بيكون مش كتير، فهنا ممكن تكوني بتوصلي لـ8 ساعات، فهنا ممكن تقسميهم طول اليوم، ما تقعديهمش مره واحده عشان هتتخنقي، ولما هتتخنقي مش هتعرفي تكملي باقي اليوم. اعملي كده وما تخافوش، وربنا يوفقكم يا رب، وكلكم كده جيبوا تقديرات حلوه، ولو في ثانويه عامه تجيبي يعني مجموع كبير، وفي النهايه كلنا هنشتغل كول سنتر يعني ما تقلقوش، فربنا يوفقكم يا رب، وباي باي.